نفى سعد الحديث المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء وجود زيارة مقررة للأخير إلى إيران، فيما أشار إلى أن الحكومة غير مسؤولة عن تسريبات تداولتها وسائل إعلام في هذا الصدد. وقال الحديث: نحن في الحكومة ومكتب رئيس الوزراء لم نعلن عن وجود اتفاق أو نية لزيارة العبادي إلى إيران، وما تم إعلانه هو تسريبات إعلامية لسنا مسؤولين عنها.